بخازنين أي ولستم بخازن الماء الذي أنزلنا من السماء فأسقيناكموه فتمنعوه من أسقيه لأن ذلك بيدي وإلي أسقيه من أشاء وأمنعه من أشاء والحمد لله رب العالمين. تلك هي نعم الله التي تحيطنا من كل جانب، ولكن حقيقة أن يكون الماء مخزونا في باطن الأرض حقيقة علمية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حديثا عظيما في هذا الجانب، يقول يا عبد الله لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحر.